مثل نرفع اسماءات التهاني والتبريكات الى مقام صاحب السمو الشيخ خليفه بن زايد ال نهيان رئيس الدوله حفظه الله، والى اخي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد ال مكتوم نائب رئيس الدوله رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، والى اخوانهما اصحاب السمو اعضاء المجلس الاعلى للاتحاد حكام الامارات، والى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ال نهيان ولي عهد ابو ظبي نائب القائد الاعلى للقوات المسلحه. بهذه المناسبه نرفع لهم كل التبريكات والتهاني، وايضا الى شعب دوله الامارات وكافه المقيمين عليها، متمنين لدولتنا كل الازدهار والتقدم والامن والرخاء باذن الله ان شاء الله.